بالنسبة للحوار الوطني، احنا نعتبر انه الحوار الوطني دخل في متاهات، نخشى انه هذه تعلن يعني فشل هذا الحوار. احنا كنا نود انه الحوار الوطني يمضي الى اعتبارات اكثر من تستينج متاع مرشحين لرئاسة الحكومة، لكن يبدو على الاقل بالنسبة للرأي العام هذا ما يظهر من خلال الحوار الوطني. هذا امر يعني يهد الحوار نفسه بالفشل. احنا نعتبر انه كان على المتحاورين ان يحددوا المقاييس، ولو حددوا المقاييس ومنها الاستقلالية على سبيل المثال لا كان الامر أبسط وكان أمر أسهل، وترك الأمر لرئيس الجمهورية الذي يحتفظ إلى حد الآن بكل صلاحياته كما وضعها التنظيم المؤقت في تكليف الشخصية المعنية بتشكيل الحكومة. الحوار الوطني لا يجب أن يكتفي بهذا الموضوع، ولا يجب أن يدخل في الأسماء، ولا يجب أن يضيق على المؤسسات القائمة وعلى صلاحيات هذه المؤسسات في تطبيق التنظيم المؤقت للسلطات العليا.